مرحبا بزيو ميت ميس ما غا برنامج نوم إيمو دايدا نسعدو يوم تيدي جوما ديخ مشاشا يوم سازي القناة انت ما زيقت برنامج يتعلان ثين ليث إيم غربي النغي إتدعلان ذي الخالج نهالا نخدان سيور خلجي الأمزوالو الجيلي روح نغا الخالج دي ستينات سبعينات أنزا ممشي تدالا ممشي سفرة المشاكل غاس تيزم ما يتوخر قنت الفيدنس أنو جيوني غا كين غي ناقشن الحلقة غا كين غي رافقن لإيمو دا أسا خلجي الأمزوالو كين غا الأستاذ سي عبد الحميد يعقوبي رئيس مؤسسة مرحبا دي هولندا ويلكم مؤسسة ويلكم. شكرا سيدة شمس سليمة خوينتها وتشكر الإذاعة والتلفزة المغربية إذاعة وين تبازيخت. مرحبا الأستاذ قبل ما نبدأ النقاش واش نغيج التعريف سي ولا نغ مؤسسة مرحبا ويلكم. شكرا بالنسبة مؤسسة مرحبا ويلكم نشي نأسيت في 2009 وقبل جنتك الأنشطة نص مرحبا ويلكم باش تيري يجن مؤسسة يجمع مغربيين سقامي بذان باش نجمع وين نمتث النشاط النص هو العمل الجمعوي وين الاندماج ذا رياضة مؤسسة هي غاسة تصن حوايج إثقاء وإلى حد الآن نهار مقيدة كان غيج مجموعة وين الجيل الأول ويثن دو كيسن كذلك هولنديين يكيسن يعيشن سي الجيل الأول باش راني هنا ويثن دو زانتو مانسن ماني سي وذاني ديويين ماش دي وذانا غاسن ديوسين غا هولندا ونشين خوني ويثن دا باش ندمجن سي الجديد راني هنا هولنديين سي عبد الحميد الاهتمام نوم سي الجيل مزوالو كجمعية أي الاهتمام النغ نهني يجن تعلم السينيس بطبيعة الحال نهني يجن ذوينات ذي جو بيلا من زي ينوح غا أوروبا يوشين يجن ويله مجلس قاني جن الصورة خطمات النغ المغرب المغرب باش أت أولاندي وخاصة شين تعيش ذو هولندا هذا ستيني خانش سبوين سي المغرب الجيل ني مزوارو وتجي ني يروحن الخدمن بالعكس روحني مزورة يني يروحن حار انت ماثني يدي وين الحرية أوروبا بصفة عامة إذا ناج جنجة ذي قنيترا وني ويكن المجموعة اني كورشي سواء الجيل الأول سواء الإيولانديين اللي كانوا ديوسين نوفا ذيني يشتن تم غرابشت تساور تعرف وليني انتصل فيتنام الو تسقسان يوذن ما يمي تساور تعرف ما يستكا ما جاس يو يخطيت نشجا جا قبر جا سنخت فيها سنخت تاريخ الناس ذوينة الناس نش رجدو ذينو ذي مغربيين وسين دغانغ جين تحرير الفيتنام وميكمر وينث الحرب العالمية الثانية حرن أوروبا وسند جين تحرير لفيتنام وشقي من دين يعني مغربيين مرشن يكلث فيتناميين أو نجا الحسن الثاني الله يرحمه وميكشا وينث الناس عقبهم ضغط معهم الناس رخو كانت عيش ذا تقع ثاحن جهة النية قارس الخور خو عاد غانا وينث جنسيلة تواصل يكل فيتنام سيدنا الله ينصره سواء الحسن الثاني الله يرحمه ولا سيدنا الله ينصره يجان قنصليان الفيتنام ذا ذي المغرب أي شيء نحويش نتقيثن وإجن شرف كبير الجيل الأول يدي تاوين وخاصة نغامر خو الجيل أن يدني هو وسين دزانتا مهنسن الجيل الأول غاس خصوصية يضحى يساهم دي التنمية انت معث الناس خصوصا الوشونة الناس المناطق من زيدي دي فا في نفس الوقت أواني الحرب العالمية الثانية يبنى أوروبا يساهم دي إعادة البناء يخدم لي أوراش تيم قرانين وصوم عن ستوغة تصبحانت ديني يجني عدد من أرباب الشركات ديني دي المشاريع توي تعجيب أسن أكيس نخدمني مغربيين من طبيعة الحال الأخت سليمة نشي نرخو باش أنعقب غال الجيل الأول ما جاس نقع ميد سفروين ثاوانسن يجن حجث مهمة باش تزال كاين مغربي وني يروح عند مزوارو يجد ثاوانس
يجد أي ونس خو أي ونس أي الفروع ذي تعزد مسألة سواء سياسي سواء رياضي سواء وينة المقاولين من يمثل وحنشين غلاندا هذه انتفضة مغربية غاس إجن قيمانس بالعكس أنجل المجال إذا شقانا قال لا قيم مغربي وني وني ذي مسائل ثانية وحدث سياسية ولكن خو هولندا غان غذيني أنا وينث يوذن في بيلان ذو غولندا سواء كعمدة وينث روتردام سي أبو طالب نيغا أحمد مركوش العمدة ذو غينث مجموعة الأساتذة سعيد أستاذ جامعي ما شاء الله عليه مسني سعيد كذلك وذيني وزيد وزيد الرياضيين زياش أرمني السيوذوينث المزراوي أمرابط وزيد وزيد ما عاد نسغى اسبانيا يعني غاد نسغى وينات ميدا ما خصنا الحلقه ان قيم ذا غارتي وشو ان قتي الجيل الاول من من الجين من الجين اي قيمة كنغ الاستاذ تمتو ازاي وما يسمى يسمى روبورتاج سازي على بات سجان زهرة زيبوح خوان سخوم اغام ناقب ذا مسمود مرحبا ويلكم إيترينغي هولندا أذغا إجوم ساقارو مصاوا ذاك السنتوت الحسن وثنين إمغربيين إتدارن قل خارج الفايدة نجيل أمزقارو إيترينغي هولندا ومنايا يوذف في البرنامج الرحلة نظم ذا مسمون تاحو ما السعدان ربعاد وسان المواطنسن مسكا يقلو سي تاني تيرو خاغ المؤسسة الحسن الثاني باش السنن السن يعني سنين اللي قد مساعد جانيتي تصنيف ذا نوات السين شا واخذي هولنديين ذاك السن يجن يعني يجن المثال مي غادو سين دانيتي وإذا عاني عاضن غنقضى في الترجمة يعني الترجمة سنس هولنديث باش السنن يعني ما غادو سين يعني يجن التواصل ذا سبحان ممكن نقولوا على هذا اللقاء ممكن أنني أمسكارا أذاك سيري أم صواد جن مجموعة ذاك السين رثين إوذان ذاك سن منيا هولنديين ومنيا إقار باللي ذيني جاري مغربيين إتدارن جي هولندا ذي مزداغ أن هولندا إجن الحميمية المغار جارسن سكان ديال هذا البلد إقامة أمسى قراء إراء إجاذ الفرصة حوما أظم صوضن أقيم ضبان السنتوت الحسن ويسنين المغربيين إتدارن غي الخارج حوما أذنقشن الوضع نسن ذي المشاكل نسن وذي السنن دي زمار نتوخرقن الفايدة نسن كل سنة احنا كنجيو ولكن هاد الرحلة هاد كور أسقواس انتسد هذا المواطن ولكن غير رحلة يا نسيد أموخون سينشي المغرب ميزي أتخميد انتاس المغرب نزار الوالدين العائلة أذر حباب ونتراحة البحار مشا إذوار تا أموخون سين ويموخان ورادتين الدام غير مواطن سويني انتاف باللي نسحيس سجن الإحساس ذل المليح وزماغ أذفغ أورن نغينيا الكلمات باش نعبروا عليها يعني الجيل الاول كان جيل بدا قوسي فهم زياروني الجيل مزغارو اراء الجام شغول صلاوينس ارا المهاجر وسيز مارذي فكار يش نظنيت الا كي مخاس غايق هذه ضبار المعيشه اللي تحدى الجام كل نهار ارا نرزف عندي قاربن مشاحو ما اتفي عن السن المغرب النغم ليح رحلة يا إراد جاديج المبادرة تم قران دور تصبحان دوني أكثر هذه كانت مبادرة عجيبة كبيرة جدا نشو سيغ داك مسمود مرحبا إجانكي هولندا نشفحة ومي دو سيغ المغرب ميزي أطاس المصريين نغاري غير بارينو أزريخ ثن تسجن شكل دم قران سمانا يزحي سيغ باللي أقاي إذا الدافينو نشنين ديج المجموعة انطعيا شما وضاري وذان انقرانا ونويد كلاسيا شما امغربيا وغيريما يعذان عيار كيسا كلاسيا نشما ونهارا انعيا اجن الفرقة النظنيت جذن ديند نعربط ونقرص النذان مير في سنتوت الحسن ويسنين ميزي اضرحب زقنا سوطاس الجيل مزقروني راح نغى الخارج في الستينات ذي السبعينات وخائري بقوش خانغ يقيم الطفي ذو سنة النس ذرعوي ذي النس ويساهم غي ذهومي نظمات النس سي عبد الحميد اليعقوبي نزل هذا الروبورتاج رحلة الجيم الفايدة 30 نيم غربية نتدار عندي هولندا زي جيل مزوالو الفكرة من يستوسا والأهمية الرحلة والهدف نوم زي منايا
الأخت سليمة الرحلة جاء قبل نقيت الشباب مزيانة دي 2019 وانتهر بدأ الرحلة جاء صاحب الجلالة نصر الله محمد السادس انت دائما ايتيش رعايا النص اتصل وقت باش تفذ اتعقب غير الوطن ما يمين كان رحلة باش تفذ يجن صيرة تواصل نشين المهاجرين المغاربة توارد قينك العامل كوينات وهاسن تيري بور وقت باش ثم هنسن اتزعن موليني من خلال رحلتها ثا اتصل نحواجي زعرن اتصل نحواجي تندمجن كي مغاربين يتجندها ما يمي رخو ام رخو امنش سي امي سندريوش اي تسعيد خمي التوخ تعاوني اضعك حق غاري غاب عن سيمان باش الاخبار العامل هدسة امستردام ني غادي سخصتهم وبين من عاق بني نصار وبين الميريا بني نصار هدسة اي كفاية غا منطقة نيد العائلة ينو وعصبر وقت السالة وليني ثا اتصند المغرب منزل جمال المغرب خصي يشكر وقت زري هولنديين راني تعجيبه سنه داسن قنا شقا نوحا اكادير نوحا وين غاد داخله نقا سيرف داخله سيرف ما شاء الله ثا وين قاني منوي بابا شنا نصير فين شا تقدا سيرف قينات ما يمي غير راحهم شنا غاد تركيا غاد حات ماتينو واش السؤال وجي الخو قاخذين شنش الحمد لله تعجيبه يضا طرح انت خاخ الاباء انسان خني قنا غنشيلو انسان ما ثم ما مش غنقانا وشاء ثوسد الرحلة قاسة رحلة رحلة دراسية أتسن من ديني أما عن غنية روح مشيك طاونش باش تحد مثلا غطان جرنا وذا الحسيمة نغل عرايش نغا تحد ورزازات ميسن ورزازات أرح طغان غا الريف أتسن ذا الريف من ديسي قادس الجمال ميسن الريف روح غا الصحراء روح غا أقادير روح غا مراكش روح غا وين وشيء تاع الافكار خكوره ما ان شاء الله من على المنطقه قص المنطقه وخاصه الجروب ما ان قاد 30 اتدور ان شاء الله 300 يقدر تعرف من هنا يجعامين يقدر سنين ان شاء الله 2030 ثاو نغدوينه هذه اللي هنا المتطوعين ذا كاس العالم غير يخرقن غنغدا ان شاء الله ان شاء الله وي دونك البرنامج البروغرام نو من الرحله يا ثقل البرنامج نصدغاس نشي نجنب هذا يسقبر جغان غير البرنامج البرنامج بدريت مع ثاين ميمي نفاح ذايس ومزوارو باش ادنس ويستنين ما نقار نقاح ذايس يقسان غورن سقومين قسما يوقع زين زالني اتصن الضحايا اذا سيروا حنوا لي اني الله يرحمهم اني حبسي ربي ثني ونبدر ذا سوينات باش نوسد سجم ثورين الحمد لله ومن سرع عاود طماث النغ هذا سير كاس العالم 2030 السياسه صاحب الجلاله ذي تك يعجبها غير حار فرخو ان شاء الله نسد غا قنيطره التصين نزرى المجتمع المدني نزرى وين الجمعيات هنا كنت انا برنامج خاص باش نسن مدينه قنيطره كذلك ذا عربه التصن حواجي غنسن ومن بعد انا حضار بيضا كذلك الجمعيات التصي غنسن الجمال نتما اذكر كل المدينه وتنختم ان شاء الله سل العرايش ذي اصيله سيمانة دروس ولكن الله غالب كوريجن غاسل الخدمة الناس بدا نصور الجيل الأول يروح دي ستينات سبعينات مشى المرحلة الثمانينات بدا المرحلة التجمع العائلي وين دير واشونا ثنسن ثاوانسن بدا بنان تيم زيداوين بدا نتأسس تيم سمونين توسنا نزرا طاس ني صورة في توخر قنت يرفايد دي الجالية ثم غرابشت والفضل الجيل بزوارو إماربيين سليم النغ بالنسبة للجالية المسلمة هذه أوروبا يخصد منها على ما أظن على صعيد العالمي المسألة تمزيلة وإني هني يسمون الجالية ذي كورشية ولإني المغربين ما شاء الله عليهم وتعقيم غذفة ويتيري ذيني يجموينات يجن 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 الحفا واني غي يجن 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 ما اخمثو في غاهم زادا وين غانغضا غوينات الخو هذا نسيور غا خو هولندا دين مجموعه من المساجد يتيري دين الافطارات يتير يعاود دين الدروس من خلال الائمه ذا غتسقى نسا الدوله مؤسسه الحسن الثاني ني غوينات وزاره الجاليه تيسقى ذا نغضا الائمه
الطس الجاليات المسلمة ما لو نيو غاسني الجيشة وليني والتضامن غان غيج التضامن دي الجالية نغاك ماثنس ونزرى منيني دي زلزال نلحوز المغرب يوش تبرتي العالم يكمل دي دي تنقيت التضامن تويزة من طبيعة الحال التضامن إلى حد الآن ني غنمشي نقن غير كولانديا نشات شكا عطاس المنظمة وخاصة شعري الجانب الرياضي سواء بينه مجلس القان ديال الرياضة ماني تيران تعاون ذوينات ني نهار ما يوقع معنا وني ديريكت بدا نتواصل انا كذا مين غانك مجموعة غير كذا نتضامن مجموعة الحوايج ينقى كل الجمعيات والحمد لله هذا الشعب المغربي راه انت يبين باللي غاسي التضامن ويتعقب شغل دفاع الحاج توقع إذا ما عطنق تبدأ ناكيس الحاج تنفرح تبدأ ناكيس وليني ثلاث سياسة صاحب الجلالة يسمون نطعوان النص والحمد لله تشكاغ كورشي وفاحص منوية من سوى الخلجي الأول على حسب تجربة غاك التواصل نش اليوم يا كيسن كجمعوي كجالية كتازي 30 سنة شكدي هولندا مي غادا غاثيني تخل وضع النس الوضع النس نش بالنسبة لهولندا غاري يجن جانب خاص يلجي الأول يتعجيبه كرة مع على الأقل كورش هاي تعجيبه خاسنا عزوغة نسمونه ما يمي النصائح نسن نصائح نسن مهمة وانت قا رياضة ما يمي أرخو أمار الرحلة يدنوسة دنوسة نويد جنا رياضة خاص ثان كرة القدم المسنين الجيل الأول انت قيت ذيها قانس والكين فوتبال نغفاند الفوتبال سوالس هولندش وغدا كذي هولندي نمغان منزي راني هني السنشان الفراق الجيل الأول فرق كروي رياضية وخاصة ذي كرة القدم سواء كشباب أمستردام شينانا ذي نوردفيك ذي إيوذن جيل الأول خو غاسن كتاسي 75 سنة قد يجن فارغ ذي إسي سي أو سواء في نوردفيك مشهورين ذي نوردفيك نهني سن الجيل الأول مثلا غام كبور غام عزيز ذي سي أصيل زيلا شي غام الفردي إينا مع رزي الجيل الأول رخو تشنر النصائح خميدين شن حاج سنعزو ذي نوردفيك انت وين نهني من زين هنا غاسن جن احترام خاص وخصان غانويو خط اخو بريد اني غيبنان راني هنا باش يدير جن الاحترام متبادل يكون ثيك يكولاندي اني كنت عايش ديني وكذلك تعاوننا نسشا ناسن سنين الجيل الاول اقش من كي ينتي مزيداوي السنة ونوادي رياضية جمعيات الجمعية سواء البلدية يكوينات اني جن احترام خاص احترام متبادل أتفض نشين كائم غربيين هولنديين أتفض غانغ إجموينا في إجنسيلة تواصل كيسن مرمي مادين شان حاج سواء ذي المغرب من وقع زلزال نبدا كيسن وبدنا كين غراني هنا أو ثلاثة ماهني أصنقاء نشين وانت تبورخا كائم غربيين وانت تبورخا أي شان يجن جيل الأول دين ثلاثة الفئة دين فئة تخضع أتعيش دين دي أوروبا نيغ دي الخارج نيغ الدولة ماني تروح تهاجا دين فئة ثاقو حتى قلع عودة النهائية دين فئة تعيش جادة ديها مي غادا غادي الأخت سليمة هذا مين هو يوقع أمي الجن على حسب وين نشين معروفين كإمسر من نيغ العرب بصفة عامة نيغ دوينات على حسب الحب بنادم راه ما يوض الحب الناس ذين يجن غاسي يجن الحب العفيف صافي الشخصية المغربة العيشة هي نغني وكلشي نجم وينات خلاص بالعكس نشين طمع نغقت اتنبنا ولين نوي الافكار يجن دي اوروبا اوروبيا انا غير كيسي جن الصيلة نقاديس نوشا ديس الطس سواء سيدا منا سواء سلعمل نغض وينات اخس انرمذ انسرمذ انا وقت ما اثنغ من يجاني سبحان اذا ما نوي وشي قيم جن الصيلة تواصل الى حد الان اثنين المجموعة ثا اما الشباب دي قاعدين نرخو من خلال هالرياضة قاع رياضة كرة القدم من قد قطر مش حلا غادي قطر ويغي كيدي راد ميد وينات شو السقسي خلني غاسي هو معتصم من داشي دهان خويا ان شاء الله مرات ولد ذوينات يجا الالعاب يصبح ما مشى هولندا قات ورد يعني نشد مغربي نشد حال المغرب هذه راق يكون مغرب كل منتخب ويد انا مغربي دابا انا مغربي اذا شي قا وشا الحمد لله وشا منويا رضا الرياضة غنغبي وقع ذي قطر ما شاء الله تير أنا أعقب غا المشاكل من زيت عانا الجاليا الجيل مزوالو دي المرحلة يا الأستاذ المشاكل زيت عانا الجيل جغس على قق الإقامة التقاعد ظروف نسل اجتماعية
أكيد أكيد. أولا الاندماج، ثانيا مسائل القانونية، تواريذ هنا مساكين التصير روحا من أجل القتل يوم باش من غش نداويا وشي غايني هني وصافي ما مشي تفكان كيخفن تفكان كيخفن سنت تفكان ديد شاكمر ومشير وشون واهو ديد شاكمر قاو رفقي رفقي انت مزيدة قاس تعوان نصاس فاميليا نس مثلا ذي جباراني غذي سوسي خسر انت ذي سنتهي الله نغم بصفة عامة ديد شاكمر نهاو ما نوني ايتو باش ماشي غادي ندمج باش راه انت غادي راه غادي غاش ويا ديك الله يكون في العون واش ثني يك القوانين الجديد نهاو ميدي وسايدي ويث عوان النص ثني يوقع ذي شوي موينات ما مش غادي ندمج الاندماج هذي راهي صح واش ذوني توارد اوروبا انت عاد ما مشي تبنى وهاد جي غاسي قديم الزمان اوروبا عاد بدات تلقى الاستقرار بذن 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 يقطع ونصن يني الجيل الأول يقصح من وني باش أتجد في الأخر ذوني جد المشكلة ولا يني نها قطع ونصن ومي من عين قانا سببها أقش القانون أقش الحقوق النش يخس نازو هذه مين يتجد مين ده يخسن مش تني الجيل الأول ينغني عقب أن هذا على قبضة ما عطينه جميع ترانكير صافي مش ذوني نيجي ولا يني بنذ مرت عزق الحقوق النش تنتفذ سواء التقى أو دوينة تنتفذ مواكبا في آية المواكبه يخص بنادم مزوار ويخص ضروري الجيل اللي قاعدين نغطس وخاصه سواء المغرب ولا الحكومه الهولنديه انت الحكومه الهولنديه ما تخدم حاول ما امكن الجيل الاول تقيس نغطس الانشطه ما يمي ني بنادم خمي غير متقاعد وتجدي وصفي جديني هذه يرقب الخور قبوات ديك نشابيه باش تجي تغما بالعكس قيس الأنشطة قيس التصنحوش سي وراكيس وش يسر وقت قال أنت يدكر ذي جنوينة مجلس قان يتعجيب سويس غيب شنروق شمزة سويس تجيب ويعان فغن سارة ويعان الحمد لله ذي نطاس النحويج الحكومة الهولندية الموئيين غي مقرانة تقاسنت وخارة ذوينة ويز مع ذي يواني قادين ممش قادين لي تاكسي مهم ذي الإمكانيات ولين وغد خاص غيازون سواء الجمعيات سواء ثعوان نصد في كان دي منوية وش اسر وقتي باباش وطحشا تيكوينات نشين غانغ يجن 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 عادات والتقاليد الوالدين نجات غانغ يهدات وجينا طاح تيكد مجلس قان ذي ثلاثة الدعثي والسورة لا مش بعدا كا ام غرابي وذي تعجبش انا وني ما يمي ثقافة النقد اي ثقافة النقد تني عادات النقد الطاس نحواجي وقع عن بنادم خميتا حغات الدعثي والسورة نغضوينات وتتعرف غاتا في يموت نغضوينات جاني وذن يروح وحدس ويمري شوي يتعيش وحدس يتوقع زعما واثي السين حد رخدني وخوفين تقعنا سفران غاس باسابور سي هولندي زعما بنادم خمي غيمت واثي السين ميت غيقين مروا عسى جنسية تواصلك مثلا القنصلية المغربية الثوينات من هنا ديج مشكل وانا ويا تنشد الجمعيات نغ المساجد اي شيء يجن اقضي الدافي والسورة اخس نعزو وخاصة المغربية النغ انت الحكومة المغربية ماني مجلس انت نقيتي ذا من نشو مغربية مرحبا اثناء وغط ما سواء يدال سواء يموت هذه عقب ارمس قيت الرأس لابد نسيور خثي مغالين يجن تيجي الأول يتقاعد نتنغي الأراميل ذا ما مش جا الوضع لسنت بالنسبة ثمغات الحقيقة تقال ثمغاري نغ يتيرين قولندا اني ثنتي غاس انتي جن المجهود باش اذن دام جنت تقنت المجهود راني ثنتي وما نوي موفر موفر باش يتوفر سنت تصن الامور باش تندمج سواء المساعده الاجتماعيه نذوين مجموعه من الجمعيات تيجي تنسط الانشطه مجموعه غير جن ولكن خصنا المديازو غادي يسخاق اضعفوا الايمان تحت مزيده وين تحت الجمعيات تحت شي نقى نهار مؤامره غنقها حيتاش تمارين غير كي غادي يوسين ذي سنت السين الجيل الأول ذي سنت الجيل الأول ذي سنت الجيل الثاني والحمد لله يوقع يجمعين يجي الإنسيجم وليني زرين شان حويج الوضع المغرب ما شاء الله أما أنا غني ممجزة مني في ناس هذا قاس ثولا نشتا والساعة ثانية ضوين السين يلا كذي تراحظ يلا كي تراحظ زاد المغرب ميزي غاس انت يجمعين سيلا توصلك هولنديا منوية مهم في مغارين غاس انت يجمع تأثيري مغاخر واشو واه غاس انت يجمع اجتهاد هذا من عقبه انه مع رياضة هذا وينث غا وينث غا قطع الأمة هذه النيزريغ قوش انت يجن نظرة العالم وما رأي الأغلب يزي الجالية واقعنا شخزاي وين الوالدين سن وين يمثل أكثر هي الأمة هذه النيزريغ
قال أم يجنح مشاثبرات العالم مشاثبرات ما وعند تشارد الأباء الأباء مساكن راني شقان هنا البلد الأم تعبت كاس جيرة تج زعما تحييغ الأباء الأمهات سلم المبارة سي عبد الحميد اليعقوب يا ولا قالوا غدا غاتيني يدخل موضوع عيني خضان على جيلة مزوارو تشكي خشمت الأخت سلمى ونغم الجيلة مزوارو في حوجة نسواق الطينت نشزري التاريخ ذوينه مجسقان ذرا ثاني الجذي هذه أوروبا إذا ما سيولا من نهر من سيولا داخل المغرب يجان غي جنتبرات يخسي خاس نكمر باش نوض وتنشى دغا أوينه مجسقان أي ونسن أني غاذ الآباء يجان ديني هذا ذقن هذا هذا كمرا نختبرات أني يجين رجدو ذنغ باش ان شاء الله انت شي صوره حسنه شينا مغربيا ما مشينا الحسن الثاني الله يرحمه وينث المغرب ان الشجر طيبه اصلها ثابت وينث جذورها في افريقيا اي وينث الفروع نسقيت اوروبا اذا الفروع ني يقتضوا باش نجي الثمار شنا باش وني خصنا يقطف ان شاء الله فيزا وينث الثمار ني ميزيد سي عبد الحميد اليعقوبي رئيس مؤسسة مرحبا ويلكام دي هولندا نتقاداش كخشرش نشاكين غدي الحلقة يا مني مهجم أي ثم يسمى برنامج وميوض غالون غالون نتقادا مرضا نتوغا كينا غمسرقين إن شاء الله كينا غي أكيومي اللي رقيش الحلقة نغنيت جاك نيو دير هنا درامان